مساء الخير رمضان كريم مرة جديدة لكم مشاهدينا ليلة جديدة وحلقة جديدة من برنامج ليل وقمر بتابعوا معنا دايما عبر شاشة تلفزيون لبنان هالبرنامج بتابعوا معنا طيلة شهر رمضان المبارك من الاثنين للجمعة الساعة تسعة ونص المساء مع ضيوف كتار ومنوعين من كافة المجالات سبق وخبرناكم أنه ضيوفنا رح يكونوا من المجال السياسي من المجال الفني ممثلين فنانين وأيضا سياسيين رح تتعرفوا عليهم ولكن بطريقة جديدة أيضا بدي أدعيكم أنكم تتابعونا عبر قناة اليوتيوب مباشرة لايف وأيضا فيكم تتابعونا وتتواصلوا معنا عن طريق الهاشتاج جليل أندرسكور وقمر وأيضا على تويتر ات ليل مثل العاده ضيوفنا مميزين ومنوعين وبدي رحب بالبدايه وبدي اقول مساء الخير اولا للفنان نقول القصه اهلا وسهلا خير فيك كيفك مساء الخير ينعد عليك شكرا تفضل. شكرا اهلا كيفنا. وسهلا فيك ماشي الحال رمضان كريم علينا وعليكم يا رب وعلى كل المشاهدين طبعا يعني نورت برنامج ليل وقمر عبر تلفزيون لبنان السيزون أولى شكراً ووجودك دائما محبب ان كان من خلال الحديث الحلو اللي بنترافق فيه سوا او من خلال ايضا صوتك اللي بيضيف جمال ايضا على اللقاء شكرا شكرا رح تحتفل قريبا باليوبيل الفضي لمسيرتك نعم الفنية نعم وخلينا نقول أنه مسيرتك الفنية كانت حافلة ومليئة بالأعمال الناجحة إن كانت أعمال رومانسية أو حتى أعمال هاتفة إنسانية وطنية وأكتر من الأعمال المنوعة خلال هالسنوات اللي قطعت كلها اليوم بنقول القصة سعيد باللي حققه بعد كل هال 25 سنة خلينا نقوله أكتر أكيد سعيد خطوة يعني بنت اذا بدك مسيره عم تنبنى مدميك ورا مدميك نعم بعض الاخفاءات كثير من النجاحات خيارات جديده نضوج بالتفكير نضوج بالتعاطي مع الناس نضوج بالاختيار نعم. تصويب الاشياء اللي صارت شوي مثل ما قلت لك شويه فاولات تصويبها حلو الواحد يتعلم من مسيرته بعتبرها كلها نجاحات يعني حتى الفشل المرق فيها شوي يعتبر درس لنجاح اكبر بقى انا بالنسبه الي الحمد لله يعني نقول اللي, اللي بلش بعده مستمر اقله ب بنظر نفسه نعم. والحوالي والمشاهدين آه صاروا عطول يعني في عنوان لاغنيه من 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 ارشيفي مش من زمان نزلت بفتره ما تغيرت هي غنيه من الاغنيات يعني لبلال الزين أحمد نعم. ماضي بس صارت عنوان لالي كل ما يشوفوني يقولوا لي ما تغيرت ما تغيرت إيه مش <applause> لأنه بس غنية لأنه هيدي الشخصية وأنا سعيد بهالموضوع يعني مش نطنت من, من فكرة لفكرة ومن ومن نعم. مسلك لمسلك ومن خبرية لخبرية مم. بس لكون حديث الناس في ثبات معين مم. هيدا بعتقد كتار بيحسدوني عليه. نعم، يعني ذكرت انه ببعض الاوقات كان في يمكن فشل بتعتبره هذا تواضع منك انك تقوله الواحد بيتعلم اوقات من اخطائه، في في عقبات يمكن الواحد بيواجهها ما بيخلى الموضوع ما ابدا في نجاحات ايضا، هالتواضع اللي موجود عندك يمكن كمان سبب من النجاح اللي في تنازلات كمان صارت خلال الفن؟ هذا السؤال تنازلات كبيره كثير واسع وكبير. <applause> ليكي انا مش تنازلات كانت موجودة؟ مش قصة تواضع لا ابدا، مش قصة هيدا تواضع، هيدا انا بالنهاية، قصة فشل ما بعتقد ما بعتقد ما حدا ما مرق بمطب معين يعني نعم. انا بالنسبة لي حقيقي، شخص حقيقي يعني، الأشياء بحكيها مثل ما هي، أوقات بحكيها مثل ما هي أكثر من اللزوم، ممكن تجرح الأشخاص اللي ممكن يكونوا مش قصدهم مباشرة، بس دفاعا عن موقف لالي نعم. ومركز لالي، ودفاعا عن اتهام باطل لالي، يمكن ردي يطرطش شوي يمين وشمال لحتى فرجيك انه انا الاصح بهالموضوع يعني نعم. شفتي كيف؟ بقى قصه التنازلات لا م. انا بحياتي ما في تنازلات ابدا فوق على راس السطح يعني نحن ليله رمضانيه ما ما رح نفوت بالتفاصيل بس بخياراتي بارائي بأغ باغنياتي م. ببعض الفرص اللي يمكن ما سمحت انه تقرب كثير علي لانه ما قبلت اتنازل يعني ما في لو <applause> ما في ندم على ولا اي شيء خلال اعوذ بالله بالعكس أبداً. نحن انا مؤمن وكل شيء بيصير هيدا بقول انا مكتب لي نعم. في بعض الاوقات الممارسات الشخصيه اوقات بتهرب فرصه معينه من طريق الواحد يمكن ما بيقراها صح بس بعد فترة بحس انه مبلا قراها صح لانه تمنها كان مش مزبوط ما رح يوصل على مطرح، مم. المشكل بالموضوع هلا صار العصر، مم. العصر صار مثل كانه في براءة دمي على طول عم بتصير لو شو ما عمل اكس من الفنانين ولو فات بالغلط ولو شو ما كان يلا ماشي الحال انه ما كتخر الله صارت المحاية ماشي بيزعل الشخص اللي منتبه انه ما بده يغلط نعم. بيصير ينقاس مع الاشخاص اللي عملوا كل شيء بس ما عليه شيء تاب صحيح. يعني ماشي الحال بدي ارجع لموضوع الاسطوانه البي... الاسطوانه اللي رح تصير بمناسبه اليوبي... اليوبيل الفضي لمسيرتك كالفنيه اللي بدات من عام 1992 رح تتضمن 16 اغنيه او 15 اغنيه صاروا اكثر هلا صاروا اكثر 17 <تصفح> صاروا اكثر إيه. <تصفح> كمان اكثر كل فتره كل ما يطول شوي بعمل اغنيه تعمل. <تصفح> اغنيه آه شو الفكره منها وليش حبيت انك تعمل آه يعني تحتفل بهذا اليوبيل ليكي هي فكره معنويه نعم فكره معنويه اول شي لمجرد نقول يوبيل لا في ناس قالوا لي اف ما تسميها يوبيل نعم بتكبر حالك لك يا عمي شو بدكم تضلوا صغار ما نحن عم نكبر والور بعدنا بده يكبر والقبلنا كبر و... وكل انسان حلو بحلو بس ب... حلو بس بهذا الموضوع اليوبيل شهادة. حلو بمطرحه ايه هلا في اشخاص انتبهي حتى كمان ممكن ناس يقولوا لي مثلا يبلش الشيبات ليش ما صبغت نعم. لك يا عمي اوكي يمكن في مستلزمات معينه في اشياء حلو الواحد يكون عرفان وين هو وين مطرحه حتى بارشيفك ممكن تكوني تشبهي حالك، نعم. يعني مش ضروري انا أصير عم غني هلا ب لا بدي نعم ضل فكر غني لبنت 12 سنه او 13 سنه، رح حاول ضل غني لهم هودي، نعم. بس انا عمري بيسمح انه كمان حتى خيار اغنياتي، المهم نعم. اليوبيل هي نوع من انه انا صار لي من فتره من 2012 صرت عم نزل هلا صرت منزل تقريبا شي تسع عشر اغنيات انفراديه نعم. من ما تغيرت هيدي قصتنا فيك الشفا آه كتير كثير لو مهما صار مم. كتير كثير عندي اغنيات سينجلز, على مدار هالوقت نزلو نزلوا نعم. وبنفس الوقت موجودين بمنوعات وما كان خطوه معنويه عم بعمل هالموضوع انا بسيدي وسبعه جديد بيصيروا حوالي 17 يمكن 18 كمان لانه مؤخرا عملت اغنيه اسمها هي الدفا خاصه بعيد الام جديده نعم. رح ضمها مع انه ما اغنيه تجاريه يعني بقى هودي رح يكون في هل دي اللي هو اسمه اليوبيل اللي محتمل اذا الظروف سمحت والوقت سمح اعمل له نعم. ومحتمل أتلاف. يكون فقط اعلان اعلان عبر المؤسسات الاحباء الاصدقاء على انه هالحاله الفنيه اللي اسمها نقول القصه نعم. اللي بلشت بالمطرح الفلاني وعملت الاختصاص الموسيقى وكذا بعدها مستمره بعدها مستمره هيدا و... موضوع و... معنوي نعم. وبعدها مستمره بال مثل بالمستوى الملازم. اللي انت كنت بتريده هذا ايه مراهنه يعني طبعًا. موضوع معنوي تحدي بمحبه نعم. نحن موجودين نعم. لو شو ما بده يطلع في اشياء بتجنن عم تطلع بس في اشياء كمان ثانيه بتحسي بتلفت النظر <applause> إيه نحن لا في نوع من انه نحن هنا رح نحكي على كل حال بكل هذه التفاصيل ولكن استاذ نقولة كمان بدنا نستضيف معنا الليله خلال حلقتنا وبحوارنا يعني ضيف مميز جدا يمكن تعددت اسمائه بين اعلامي وصحافي وكاتب وشاعر واديب وكل التسميات ولكن الاسم واحد حبيب يونس ومناضل يعني كمان <applause> طبعا <تصفيق> مناضل حبيب يونس مسا الخير استاذ حبيب شكرا القمر اهلا وسهلا فيك مساء الخير اهلا وسهلا فيك تفضل يا هلا <applause> <تبق rackelly> فيكم يا هلا اهلا وسهلا فيك استاذ حبيب يونس يعني هيك انت و ايضا استاذ نقول نورتوا سهرتنا الليله بليل وقمر يعني مثل ما قلت الاسماء لا للتنوير انت وبس نحن الليل لك بلش بلش يمطر علي مني انا ما بعرف كثير <applause> انا بشكر كلامك الحلو يعني مثل ما ذكرت الاسماء تعددت وانت بكل هدول الاسماء اسم واحد جمعهم ولكن ناجح بكل, بكل 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 مكان كنت عم بساله بالبدايه الاستاذ نقوله انه خلال كل هالمسيره اذا شاف اذا كان في لو اذا كان في طلعات ونزلات حبيب يونس كمان لقى هيدا الشيء بمسيرته ما في دارب على طول مستقيمة نعم شغلة أساسية كنت عم بسمعه وحبيت إنه هيدا بيعلم في عنا مثل بيقول الضربة اللي ما بتقتل بتقوي صحيح صح؟ الحمد لله لهلا ولا ضربة قتلتنا كل ضربة كانت تجينا وهن كتار نحنا انغمسنا بالحياة العامة والوطنية من عمر صغير وعينا لكل الوضع اللي نحنا فيه ومشينا بخط عم و... بحكي عن نفسي مشيت بخط واحد نعم. وبدي اتحمله كله يعني انا اذا رايح اقطف ورده اذا فيها شوك مش انه لا الشوك بيجرحني ما بقعد بقطفها مم. بدي اقبلها ولو بدي امشي بحق الشوك أصلى لانه هذا الهدف نعم مشان هيك هاي المطبات انا اخترتها وكنت عارف مسبقا بطريق اللي بدي امشي انه يعني في هذا المطب وفي احتمال مطب اكبر يعني دائما بضل بقول ما عملت شيء تجاه اللي قدم حياته لا. وروحه في دا الوطن مثلاً مهم. يعني بعد صغير <applause> كثير قدام اللي, ش... اللي استشهد لا. هيدا شي إحساس أه بيعتريني وبعتبر إنه إذا أنا مستمر كرمال أرواح الناس اللي استشهدوا كرمال المفقودين كرمال الضايعين كرمال الموعودين ببكرة بي أحلى لأنه هيدا هدفنا نحن من هذا الوطن مش عم نفتش على مجد شخصي م. ابدا صحيح على كل حال لما تكونوا موجوعين مجموعين سوا استاذ حبيب يونس واستاذ أولى القصه بنحس بالوطنيه لانه الوطنيه, لأن الوطنية منا بعيده عنكم ابدا ان كان حضرتك من خلال شعرك ونضالك وحتى حضرتك استاذ الاولى من خلال فنك انت الهادف ببعض الاوقات اغنيتك الوطنيه اغانيك للجيش اغانيك الانسانيه ايضا اليوم سؤال يعني اليوم استاذ حبيب يونس منغمس ويعني و... منه بعيد عنه السياسه ودرب السياسه وشعره كمان اللي بعض الاوقات كرسه للسياسه، اليوم حضرتك كفنان بتلاقي انه يجب الفنان ايضا انه ينغمس بالسياسه ويعبر عن رايه بشكل علني ولا لا يجب ان يكون محايد ويبقى تبقى وطنيته فقط للجيش وللوطن. تسلمي لي ليكي بلبنان لبنان حاله استثنائيه. نعم انا الله عطاني هالنعمه بصوتي وبصوتي العالي اذا بديك وبوضوح انه انا اكون لسان حال كل انسان بحس حاله انه بحب وطنه من خلال خيارات الاغنيات اذا فتلك بفندها بتبين نعم اجي انا اقول انا انا زلمه انتمي الى وطن هلا انتمي الى وطن بزعل كثير وقت يصير في هالتشنجات اللي بيقولوا انه هاللبنان ايه فسيفساء وحلو ومعلش شيء لا لا اوقات هالفسيفساء هل هيدي عم تدفنه في حق في صح في غلط في ابيض في اسود الرمادي على طول ماشي بلبنان تشطيب الزوايا على طول انا هيدي بتزعلني <applause> بتزعلني وخاصه على مستوى الانسان اللبناني الانسان اللبناني عم ياكل الدعوس اكثر واحد يعني بتحسي اتفقنا هون عملنا صفقه هون مشينا الحال هون تزعلنا هون تسبينا بعضنا هون ورجعنا تصلحنا ينزلوا الشباب بيقتلوا بعضهم وب... انا هيدي الموضوع <applause> كثير بيزعجني وبحس هيك ما بعرف شو بيصير لي <applause> انا انسان وطني على راس السطح أنا زلمي حلمنا يصير في عنا أه شو بيقولوا هالطقم أه الحلو نعم اللي بخلي الانسان اللبناني يتكرم على رأسه رئيس جمهورية عنده تاريخ من النضال عنده يعني ما بدي فوت بتفنيد أه بيعرف قيمة شو من مؤسسة عسكرية طلعت وبيعرف شو كل التاريخ واضح ما بدي اشرحه نعم طب نستغل هالموضوع أنا بقول أنا مرة ما بعرف إذا قلتها لأستاذ حبيب إنه نحن إذا بهالفترة هيدي لكلنا حلمنا بهالتوافق الوطني كمان اللي لهم دور كلهم سوا لو وصول هالقمة هيدي إذا بهيدي الفترة ما رح نحس بوطن السلام عليكم والسلام على الوطن مه. بقى أنا زلمي وطني على رأس السطح الجيش اللبناني أكيد أساس واللي بيقول طبعا. غير الجيش اللبناني بيكون في شي غلط كل القوى الأمنية بتمثلنا أهم شيء ينعطوا على الأرض أنا بقول لهم عطول لك عطوها هالدركة على الطريق صلاحيات رئيس الجمهورية لحتى يسترجي حدا يغلط مع خيو الانسان وقت يقوطب عليه نعم. يعني هالوحش اللي فينا على الطريق هذا الدرك يسحبوا منا يصير الانسان على الطريق لانه وحوش وفالتين على بعضنا على الطريق صحيح. لازم يكون في قانون وسعت شوي وسعت <سؤال> 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 شوي بس كان لحديثك يعني رسالة كتير مهمة مرسي. أستاذ حبيب بشعرك أنت أيضا الهادف دايما في وطنية كتير كبيرة وطنية عميقة وفي أيضا رسائل موجهة دائما لبي الكل لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون واللي كتبت له أيضا آآ كتابين, كتابين. آآ بجزء أول وجزء ثاني وحدك الكتار ووحدك الكتار وأكثر وأكثر عفيك. حافظتيهم. <applause> حفظتهم اثنيناتهم <applause> حكينا لا ثاني واحد حكينا في معك على البلاتو هيدا صحيح وكان له حضور مرتب وبشكره انه استضافني نهارا وقدمت له هالكتاب وبيعتبروا هو هذا الكتاب تجسيد لمراحل حياته بالقصيدة نعم و... وبستشهد بالمقدمة اللي عملها للكتاب الأول وحدك الكتار أخذ آه، جملة من فخر الدين وفيروز م -م. يعني نص شمس الدين وفيروز إذا سكت السيف بتكمل الغنية نعم يعني وبتكمل القصيدة لأنه السياسة مش بس موقف سياسي ومش بس نضال بال بالسلاح نعم بالغنية صحيح وبالشعر بالقصيدة وبالدور اللي أنت عم تلعبيه وبالكلمة الحلوة وبالبيئة <applause> وبالأمومة وبالصداقة هذا كله بيعمل السياسة لأنه السياسة هي فن قيادة الشعوب صحيح هي مش موقف واحد بياخده تصريح حلو أو بشيع هي كل هالأشياء اللي كان عم يشكي منها بس تعمليها بقالب واحد فن قيادة الشعوب للخير العام يعني إذا عندك أنت 30 ألف عسكري ببقعة صغيرة وفي واحد مشاغب ما استعملوا معه الهيبة بدرجة أولى نعم. كل سلاحه بلا طعمة لأنه بيبقى إذا هيبته أقوى منهم بيغلبهم بالهيبة الأمن هيبة صح. الاستقرار هيبة مش عضلات أحياناً بحكمة ما بتقدري تنقذي موقف من دون ما تستعملي اي سلاح. صحيح. مشان هيك حكي شوي عن صفات فخامه الرئيس، انا بدي زيد عليهم. لما بيكون الانسان رؤيوي، لما بيكون عنده يتمتع بالحكمه، لما بيكون عليم وعارف و... ومختبر ولا ممكن بالقرار الاساسي المفصلي يغلط. نعم. لانه مش عم بيشوف اللي هو بده اياه له وصار عم بيشوف الصورة الأوسع عم بيشوف الصورة الأوسع مش له للأجيال الجاية نعم. وهذا هو لما بيحكي عن الوطن القوي بيشوف بشو؟ طبعا مش بالعضلات، قوي بإنسانه بدرجة أولى وبعدين بالقضايا الثانية رح نتابع طبعاً حديثنا ولكن بحلقتنا دايماً في شيء اسمه تحدي هيدا التحدي رح نبدأ معك استاذ نقول يلا لصدا. مطلوب منك أه انا رح اطرح عليك بعض الاسئله، اجوبتك مطلوب منك انها تكون سريعه، صريحه وجريئه، جاهز؟ يلا جاهز رح ابدا السؤال الاول، عندك ثمان ثواني فقط لانك تجاوب يخرب بذوقك، ايه <applause> صار وقت الجد، عندك اعداء بالفن؟ ايه عندي عندك اعمال فنية ندمان انك قدمتها؟ لا لنجوى كرم شو بتقول؟ بنت بلدي والله يوفقها واتمنى تدعي لي بالتوفيق مثل ما انا بتوفق بدعي لها بالتوفيق شو بتقول للمخرج سمو اسمر؟ شكرا او الله يسامحك؟ الله يسامحك وشكرا بنفس الوقت لانه هداك التحدي خلق مني نقول القصه لهلا كمان بس الله يسامحه اكيد نجم زحل الاول هو او هي نقول القصه نجوى كرم او وائل كفوري ما في نجم زحلي أول أو مش أول في نجوم موجودين نقول القصة أخذ حقه بالفن نعم أو لا أخذ حقي بالفن إيه أكيد بس بالوسط بالمقارنة في خصوصية لنقول القصة لازم تكون هي الأساس بالمقارنة يعني ج... بس جوب على كل حال يعني بنبقى الوقت خلص الوقت بس جاوب على كل انا توقعت مثلا ممكن يتهرب من م. سؤال ما بس بس لا ما ا... ليه ليه بتقول الله يسامحك لسيمو لا اسمر؟ لانه بالفتره اللي اللي كان عز طلعتي صار في نوع من فريناج معين باشياء تقال واشياء لا تقال وبنفس الوقت اخر فتره طلع على الهواء حكي واقعه مش مزبوطة نعم انه من اول ما طلعت انا مش مش من زمان جيب سيرتي هيك بقوسي دغري على الهواء نعم. يعني ما كنت مستنزي جيب سيرتي اللي يعني كيف جيت على ما بعرف لا بس قال انه انا عرضنا عليه كان يقول القصه بده يغني وديع الصافي وبده يغني بده يغني يكون مواويل دغري قلنا له لا غني مودرن وهذه شغله ما صارت ابدا ابدا يعني اتهمني نعم. بشغلي بالعكس يعني من اول ما طلعت انا لم يعرض علي ولا غنيه من قبل سيمون اسمر اتهمني بالشغله حسيت انه لا ما عم بيزور حقائق يعني و... قال اشياء وما قال اشياء المقاله ما بتنقال على الهواء اصلا قال اللي عنده مجال يقوله تحيتنا له بس حبيت قوي... منك انك قلت له آه شكرا اولا اكيد والله يسامحك بعدين انت ما بتنسى جميل حدا صح انا زلمي و... و... وفي لاخر لأ على... على حساب انت خريج استوديو في... الفن ولو استوديو الفن انا خريج بيت القصه سونيا وجان الله يرحمهم قبل استوديو الفن وقبل كل هالاشياء انا خريج زحلي خريج أه بفكر بهيك ما بفكر شو بدي اقول بفكر فكر كيف بدك تتلقي اللي بدي اقول لك نعم شفتي كيف كرمال هيك انا بشطي بالزوايا ما باذي كثير اوقات ناس بهب جوزي مع دي. انك ما بتاذي كثير بس قلت انه عندك اعداء بالفن ايه انا عندي اعداء بالفن عندي كل كل شخص منه حقيقي بالفن عدوي بكشف علي وقت اكون موجود واحكي كل شيء باحترام وبدون ما اذي بس بينأذى الشخص اللي بيحس حاله انا قاصده بس ولا مره باذي لحتى فرجي الناس اني عم باذي هيدي هيدي الطريقه كثار ناس بيعتبروني اعداء لانه انا بكشف عليهم لانه هني واقفين ورا ورا اقنعه انا ما, ما عندي اقنعه مم. يمكن هيدي كمان عكسيه بتضرني بالفن لانه لازم يكون عندي اقنعه في في حبيب حابب تقول شيء عن الكلمه مش اعداء نعم شو بتحب خصوم بتوصفه. او منافسين مم. يكون افضل ممكن قطر. بس لا ممكن. لأنه منافسين ايه اكيد خصوم ممكن, ممكن خصوم تفسيره. خصوم افضل من اعداء استاذ حبيب تفسيره للجواب حول الكلمه اعداء الى خصوم ايه آه حتى هو كان دبلوماسي شوي حتى حتى بالمطلق ما في نعم. عدو يعني بالنهايه فن هذا ورساله انا بحكي الفن الحقيقي فن الحقيقي ولكن بلبنان قد ايه في فن حقيقي يعني هذا الشيء اللي هو ما اتى على ذكره نعم لم يسف مرة بكل شيء عمله الحمد لله مش ضلت غنيته مرتبة وضل هلا قصيدته المغنيات بتطلع وبتنزل حسب الجو مثل ما قال لك بده اوقات بده يغني لجيل معين واوقات بده يغني لي انا هيك القصيدة الحلوة ومتوفق هلا بكم غنية حلوين فيهم الشعر اليوم صح. حتى وزن الشعر المألوف واللي نحن بنعرفه البعض عم يتجرأ عليه وعم يغنيني شو ما كان ما بقى في اسمع في ضجيج بدينينا نعم. مزعج مم. بتجي غنية مثل أغاني خلينا نقولها أه بترجع أنه لا الدنيا بعدها بخير ما هو مقومات الغنية ثلاثة شعر لحن وصوت الشعر واللحن والصوت طبعا الصوت مش اذا بيعرف بيكون في احساس أده. بالصوت أحساس. وبيجي هذا التجميل الجديد هلا اللي اسمه التوزيع او التوليف نعم. طبعا بيكملوا هالاربع عناصر طب انا اذا عم ببني لحن بمزور معينة على شعر مكسور اخي كيف طلعت معك هي يا بدي اعلك الكلام يا بدي أحتال علي روح تضحك على واحد جاهل مش بيضحك علي عم بيحكي يحكي, آه. يحكي من قلبه وعم يحكي من قلبه لانه هو شاعر حقيقي عم بيصير آه. معي هالشيء انتبه انه استاذ غنيه غنيه بتزبط بصوتك لك عم يجيب بزبط بتزبط بصوتك لك عم يعطيني يعطيني واحد اثنين ثلاثه يعطيني قافيه مزبوطة لحتى انا اعطيك قيمتها قال لا بس انا بقول له في احرف بعدين يعني في احرف وبتظلم حجر لك يا عم يعطيني يعني في اشي حجر بيعمل لك هيك او كلمه حب او حب لا يا عمي كلمه حب بدها حب ما بتنقال غير بنوتة وحدة كلمة حب صح هون بدي رأيكم اثنيناتكم يعني إذا إذا الأغنية الناجحة أه شو اللي بالأول بيجي أستاذ حبيب الشعر اللحن الصوت ولا ولا شو يعني متكاملين بترتيب. أنا بالنسبة لي ما فيش أولوية طبعا الكلمة هي الأساس لأنه الملحن عم كلمة نعم ما في لحن لي كلمة عذبة بطريقة قاسية آه بكون مش فاهم النص مم. هالتوافق بين كل مقام او حتى اي مقام كان بيلبق على كل الكلمات شلون شطارة الملحن شو يعرف يستخرج نعم. ولما بيجي الموزع بيعطيها بعد جمالي اكتر اذا جيت عطيتها لصوت فشلها صح شو بكون عملت؟ شي مرة أعطيت شعر لأستاذ لا الأولى؟ شي مرة هيك تعاونتوا سوا أو بتفكروا تتعاونوا سوا؟ لا صار صار في فترة مش قريبة صار في شغلة ممكن كانت ايه. تترجم مم. وشئت الظروف ما بعرف شو صار يعني بس بيسعدني أنا بيسعدني عن جد بيسعدني أه أستاذ حبيب قبل ما ندخل على بريك علينا حابين نسمع منك شعر لا تنلطف دينينا بما انه انزعجك الفن اخر فتره مش وزعجنا زعج. مش الفن بس اخر فتره <applause> <applause> اغلبيه <applause> الناس لما لما رحابني لما رحابني كانوا محتلين بين مزدوجين كل هالساحه بالجمال كان في حدا يغني يلي بلعت الارنب وغصيت بدنبه نعم اوكي هيدا الاسفاف موجود من زمان وجيب بس هيدا ما بحطه على الراديو هيدا ما بدفع حقه مصاري طلعوا و وعب الناس ضجيج و ما هي المشكله اليوم انه كل شيء عم يندفع ما هو كل شيء المال لانه موصخ يعني... إيه هو عم بشيع ويروج للوساخه مه. وللبشاعه لانه له هدف نحن الليله بليل وقمر بدنا نروج للاشياء الحلوه معك اكيد حبيب يونس فشو رح تسمعنا آه بدي اقول شغله كتبتها امبارح تفضل آه كان عم يحكي عن خصوم بالفن بكل مهنه او بكل جانب من الحياه في ناس بتبقى يا بتغار يا بتحكي وجان ولسانين وصل لي كلام عن البعض عم ينتقدوا موهبتي الشعريه نعم ونحن لما نكون موجودين مع هالاشخاص انا المعلم باعترافهم نعم المعلم مش بتنتقدوا من ورا تعقلي بوجي كتبنا لهم هالكلمتين قلت عمري قصيدة شال حتيابة عمري قصيدي شال حتيابة مفتوح بابا ما استحت مره والشعر ما بدق عبابا صار له قبالها عمر يتمر الله حلو. انا بتواضع شديد الشعر بيتمر بقصيدتي. بوين فينال. عجبه عجبه ما عجبه يواجهني ما يحكي بأفاتي. مين ما كان يكون. فرجيني اياها فلحت عليها شوي. بنسمع كمان شي بصوتك يا الأولى، عجبتك ايه؟ بدك تلحنها هلا؟ ايه انت بتكتب وبتلحن يلا. روح سوق. عمري قصيدي شالي حتيابا مفتوح بابا ما استحت مرة عمري قصيدة شال مفتوح بابا ما استحت مرة والشعر ما بيدق عبابا صار له قبالة عمر يتمر <applause> شكرا. <تصفيق> <تصفيق> خلينا نقول بدا اول تعاون الليله بيناتكم من تلفزيون لبنان عبر برنامج لبنان بس التعاون بهذيك <applause> القصيده هذيك قصيده كثير وطنيه جدا يلا اذا بعدنا ناطره ان شاء الله متابعين على كل حال معكم حديثنا ومتابعين معكم ايضا مشاهدينا ولكن رح ناخذ اول بريك قصير بحلقتنا الليله ومنرجع نتابع خليكم معنا أهلا. اهلا وسهلا فيك ماجي ابي عازفه الفلوت دوبان بان صح آه يعني يمكن هيدي الاله مش كتير من الناس معودين عليها مش كتير من الناس بيعرفوها وصار آه لك كثير زمان ايضا بتعزفي عليها خبرينا عن اختيارك لهذه الاله هيدي اله قديمه كثير عمرها شي 3000 سنه قبل المسيح نعم آه لما كيف تعرفت عليها سمعت معزوفه لجورجو الزنفير اللي هو اشهر واحد بيعزف عليها نعم وهون انا رحت بيتنا كان بجوني على البحر رحت قعدت هيك أطلع بالسماء واقول يا رب يا عدرا علميني هيدا الصوت لمجدك بالسماء بكرس عزفي وهيك صار <تصفيق> حلو <تصفيق> أه، بدي اطلب منك بس تنتبهي شوي على الميكرو اللي أوكي. عم عم يضرب بال بالفلوت يعني يعني طلبتي من 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 العذراء طلبتي من الرب انه تعزفي علي هيدي الاله و.. وهيك تعرفت عليها بعد سنين صدفه سافرت على فرنسا وهونيك كانت موجوده بالمحل اللي بيبيع موسيقى اسمه المحل فلو دو بس انا لما شفتها مش هي كانت اصغر حسيت هيك انا عم بتعيط لي وانا ما كنت عارفه في اسمها لان الكاسات القديمه طبعا هيدي ما كان عليها شيء نعم آه بقى هونيك كان حاطين رقم الاستاذ آه اسمه باتريك كرسلي وهونيك بلشنا قال لي شو بدك تتعلمي جاي 15 يوم مع فاري يعني شو بدك تتعلمي قلت له آه بس علمني لو انه نفخه صغيره قال لي نفخه لحالها بدها وقت تطلع وهون انا اعطاني موعد ورحنا بلشت لان كنت اعزف قبل بفروت اباك وطلعت وانت النفخة ايه عطاني <applause> مثلا تمارين تاعت مرة بس اجي على لبنان طبعا كان مسكر وقتها الحرب يعني 92 عم هيك روح سجل الكاسات وانزل على المطار ويراقبوا الكاسيتات اللي عم بيبعتهم آه بعد ست اشهر ببعثوا وراي وساعتها وبيشت... بيشترك مع كانوا كذا حدا مسابقيني من الفريده هيك بلشت المسيره حلو كتير استاذ نقولها يعني كنت سامع قبل هيدي الاله انا هي. الاله سمعتها وعندي سي دي كمان كمان عندي سي دي حتى بالسياره عن جد <مه> في اوقات خاصه هاي القطعه وفي كذا قطعه <مه> انقلك إيه على مميزه جدا يعني حتى الموسيقى اللي بتصدر منها للاله الله اله النافخ يعني وطريقه العزف لا حلو ايه انا بحب من من معجبين يعني. الشجن الموجود بالناي نعم <applause> مضبوط وطبعا طريقه ثانيه بالعزف هلا انت سميتيها ماجي قبل لمعة والاميره يا بنسميها زنفيره <applause> زنفير. <applause> وانا جورجي زنفير نعم <applause> يا انا هلا اخترعت لها لقب شو هو؟ غجرية القصب الله آه. من وراء <applause> ور اللوك آه. باللبس برافو <applause> عليك غجرية آه. القصب خلص عتمدي حبيت <applause> سمي اللي بدك اياه هون هون لحن هلا إيه مقطوعة بتغنية. وهلا هذا آه غزالية الأصل رح نطلع من هون أكيد مليانين أكيد أكيد طبعا <تصفيق> <تصفيق> بدي ارجع معك استاذ نقولة لاخر اعمالك كانت فيديو كليب اغنية بعنوان مش هيك بحب بحبه بحبه مش هيك بحبه, بحبه. مش هيك بحبه. الاغنية كلماتها كتب كلماتها نعمان الترس لا. الحانك نعم. آه نقولها وتوزيع وليد ابلين والكليب بتوقيع المخرج جورج ابو عبده، خبرنا اكثر عن هذه الاغنية وعن الكليب بالتحديد. هذه الأغنية هي تاني تعامل بيني وبين نعمان الترس بعطي تحيتي، آه بيعرفوا وأنا كمان بعطي نعم. تحيتي شاعر آه مميز عنده أفكار حلوة نعم أول أغنية عملتها معه <applause> عفوا آه نعم. لعبة صدى بفتخر فيها بحبها كثير وقررنا نرجع نعمل اغنيه شعبيه وكان التعاطي قصدنا نعمل اغنيه شعبيه يعني دليت قلت له بدنا نعمل شيء شعبي لانه يعني لعبة صدق قمه الكلاسيك كثير كلاسيك وهذا اللي صار نعم الغنيه اللي غناني اثنيناتهم انا لحنتهم وهيدي الاغنيه أه الكليب اخر شيء جسد لها صورتها اكثر شيء انه مش هيك بيحبوا في نوع من خيانه في نوع من ريفانج الكليب انبسطت فيه انا حبيته مع جورج كمان لجسدنا هالكلمة الحلوة اللي هي فيها شعبيه وبنفس الوقت فيها شعر نعم. وتقوله إنه اللي ريت إحساسي بيعدي تقعديكي يعني الإحساس بيعدي يعني فيها صور منا لقيتك ولقيتيني وحبيتك وبستك, <تصفيق> وبستك <تصفيق> بستي <تصفيق> اي هل يعني <applause> كل يعني هيدي نمط شعري معين لا بتشبه صف الحكي بس للاغنيه الخفيفه هي اغنيه خفيفه انا مبسوط كثير بالتجربه وانبسطت انه عجبته الاساس حبيب كمان <applause> من خلال السمع سمع سمعه ولا كعمل كامل بغض النظر في معرفه بينه وبين <تصفيق> <تصفيق> نعمين ولا له يعني نعم <applause> <applause> مبسوط بهالخيار هيدا وبحب انا لاجل اول حديث قلت لك عنه انه بحمر معين وقت معين ان كنا صغار او اكبر او اكبر حلو الواحد يغني له لهال لهالنضوج اللي عنده فيه مش ضل نعم. يفكر كيف بدي انا اصغر ان كان بالشكل وان كان بال... بالمضمون لحتى ضل القط مش... حلو يكون مقنع بمطرحه الواحد هيدي قمه ال... الكمال بتطور الحياه الطبيعيه مشان هيك وصلت لمرحله تلحن بنفسك بدل انك تاخذ الحان غيرك يعني هل هيدا النضوج ما عم تقدر تلاقيه حتى بالالحان عند ملحنين اخرين ماش ما مش تستعمل مش مقياس انا مم. وقت اللح... انا اول ما لحنت لحنت وقتها عملت يا نوم العين من زمان فرفح قصدي و... ما عم يقنعك وفرفح وغني مم. ما عم يقنعك التلحين الموجود ايضا على الساحه م... ليكي ما في قاعده متيماتيكيه بالعكس انا ما تغيرت اللي اخذتها هيدي لان بلال الزين كانت اذا بدك من القمم اللي انا عاملها نعم. ومش مش لحني يعني موضوع ما في آه ما في آه جريكي مية بالمية اللي ما انا ما في ما في واحد وواحد بيساوي اثنين بال بالفن ابدا نعم ممكن واحد وواحد يساوي ملايين وممكن مليون ومليون يساوي صفر ما بتعرفي الفكره الحلوه الصدق بالتعاطي اللحن بيجي يخدم الكلمه مش مثل ما درجه فتره يجيبوا لحن مدري من وين يلا ركبوا لنا كلمه علي مشوا لنا الحال لحتى نقوم نرقص بدنا نرقص وبدنا ندبك بس في قيمة معينة يعني بدك تحافظي عليها طيب. كرمال هيك أنا تجربة مش هيك بحبه عودا لسؤالي كتير مبسط فيها انطلاقا آخر شيء من الكليب والحداثة اللي أنا عملها بالكليب اللي نقزت كتار من بعض الناس إنه مش معودين عن القصة يفتح عن صدره طب شو نقولة شو إنه ستيل جديد عمتوا يعني أو راهي بنقولها نعم. آه فنان متل كل مثله بتشوفوا شو حتى حتى في ناس انه يي ليش ليش ما صبغت دقنك؟ مبيني شيء لك يا عمي اتركونا بلوني لا مثل ما انا <تصفيق> بلوني <تصفيق> مثل ما انا هيك شوفوا انا بالعكس وهذا الدور بالكليب هو شو؟ هو هالشخص اللي هو اه تحركشت فيه بنت اصغر منه بمنيح <applause> وحاولت لانه هو رجل اعمال ونافذ تستغل له قلبه لحتى تبتزه بالمصاري بهالفيلم اللي وهيدا وهيدا واقع موجود بمجتمعنا تصوري هي حبيت واحد اصغر منا يعني لحتى لا في شيء بده يركب طبعا بكره بوعدهم الكليب الجاي رح يشوفوا شيء ثاني اخر استاذ حبيب صار وقت الجد مع حضرتك انا ما كنا شو كنا عم نعمل لا لا هالمره في هالمره في تست في اسئله سريعه هلا الجد بالاسئله ايه هلا الجد تبعت من سوايع يلا جاهز نبدا؟ بعد أنا ثواني ولا؟ <applause> لا رح أوكي. تسمع التايمر على كل حال نعم رح ابدا بالسؤال الأول دكتور سمير جعجع أو سليمان بيك فرنجي؟ لشو؟ بدك تختار واحد منهم لشو؟ تفضيل للرئاسة للرئاسة؟ لا. لا ولا واحد شامل روكز أو جبران باسيل أيضاً للرئاسة؟ أه... بكير بعد نعم بكير بعد قد أدي... طول عمره للرئيس طول ليه؟ بعد عنده اربع سنين ونص اذا ما جدد اكيد يطول عمره اكيد اذا ما جدد يعني 10 سنين ونص طولي بالك <applause> كثار اشياء كثير اشياء بتتغير بالدنيا بس آه. نحن من... نحن هي... حبينا نسالك لن... على كل حال رح ارجع افوت بالحديث معك خليني نعم. كفي الاسئله ورا بعض اداء نعم. التيار الوطني الحر افضل بالمعارضه او بالسلطه باثنين منيح لانه باثنين الهدف تبعه هو الناس والخير نعم. العام طامح لتكون طامح لتكون وزير ثقافه بالحكومه المقبله؟ ما طامح لشيء طامح ضميري يكون مرتاح واللي عملته ما عملته من اجل اكسب شيء. ما بدي شيء بالمقابل المصالحه المسيحيه كانت لمصلحه القوات اكثر واضرت بالتيار؟ انا بتحفظ على كلمه المصالحه المسيحيه، كل شيء طائفي انا ما بستعمله، لبنان كله لازم يكون واحد هل انت شاعر العهد؟ أكيد لا أنا شاعر ولكن أكتب لهالشخص اللي بعشقه بكل صفاته اللي اسمه ميشيل عون أوكي طيب بدي أرجع هلا بس نجح نجح ايه <applause> بالوقت وبالمضمون <applause> <applause> نجح بالوقت وبالمضمون اكيد يطول بعمره ولكن نحن هيك حبينا نعرف يعني لما سالتك بين شامل روكز او جبران باسيل للرئاسه انا شوف تصورك يعني ك... ك... كرجل اخد هيك صفه او موقف وليش انا, أنا العميد روكوز ابن ضيعتي نعم وبفتخر بقامته اللي لا غبار عليها نعم والوزير باسيل ابن منطقتي ورئيس حزبي او رئيس تياري نعم هذا بيتمتع بصفات ما وهذاك بيتمتع بصفات ما والا كل واحد عنده شخصيته. في ظرف سياسي بيحكم نوعيه الاشخاص اللي بدها تتولى السلطه. عم تساليني عن شيء بده يصير بعد عشر سنين ونص. ما في من هلا جاوب. خل مددت دغري انا انا امنيتي مم. الله يطول بعمره اكيد الله يطول بعمره و ويرسي هالأواعد اللي هو طبعا هو رح يرفض، هلا انا عم بحكي تمنيه الخاص نعم اللي بيعني لي وحده بس هودي هالافكار هل العظيمه الجايه ينفذها يمكن بدها شويه وقت ومعه هو بتكون افضل لانه عنده الهاله وعنده الهيبه وعنده المونه وعنده الخبره ما عم اقول غيره مش هيك بس هو كشخص دائما الاوطان بتفتش على اللي مثله تتنقذها نعم هو موجود عندنا خلي كمل هالانقاذ 10 سنين ونص حلوين <تصحيح> لما قلت لك انك ممكن تكون طامح لتكون وزير ثقافه ليه قلت له لا لأنه انا ماني طامح امم <تصحيح> طب اذا 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 طرح عليك اذا انعرضت عليه. عليك... شوف شو شو الظرف مش عم بتكبر نعم <تصحيح> بس اذا وزاره ثقافة ب 11 مليار ليره نعم 8 مليارات منهم معاشات شو بدي اعمل ثقافه ب 3 مليارات ليره صح <تصحيح> 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 وجهه نظر كثير لو انا آه لو البلد آه احسن من هيك ظرفه لازم تكون موازنه وزاره الثقافه أهم من وزاره بكتبه. الدفاع نعم اللي هي ما في وطن بلا ثقافه صحيح وانا عارض مشروع من زمان على العماد عون ومن ثم رجعت ذكرته فيه بالقصر آه لجمع التراث اللبناني كله لانه نحن لليوم بتعرفي شو وحده من مصايبنا إنه ما منعرف لحالنا ولا منعرف رفيقنا بالوطن أو شريكنا. نعم. لما منعرفهم على حقيقتهم كل هيدي القضايا والمشاكل اللي إحنا عم نعيشها آه عم نعيشها بنتجاوزها بكل سهولة. نعم. بدك تعرفي حالك، كيف بدي أعرف حالي؟ من العباية اللي بتلبسيها، من نوع أكلك، من غنيتك، من قصيدتك، من تصرفاتك، من عاداتك وتقاليدك، هو إذا ما نجمعه بمحل كبير وما تترجموا لدول العالم كلها سوا تتعرف حقيقتنا مثل ما هي رح نضل ضايعين ورح نضل نفتش قال على كتاب تاريخ وانا اعطيني هلا كتاب التاريخ أه باسبوع واحد بعمله مش لاني انا عبقري عصري انا بدي احط الامور مثل ما هي من دون مواربه نا. وبدي اقبل اذا كنت عامل غلط او جدودي عاملين غلط بدي احكي عنه هذا كان غلط وهذا كان صح وكتير هاي القصة ما يعقدوها مش كل واحد ياخد التاريخ على مطرح ما هو بدو في تاريخ حقيقة وحدة بس نعرفها نتجاوز كل هذه التفاصيل على كل حال هيدي القيمة الحلوة اللي عم تحكي عنها وصورة لبنان الحلوة اللي بنمثلها بالخارج كمان فينا آه نوصلها من خلال الفن ان كان آه الاستاذ نقولها وصلها من خلال مهرجاناته الكبيرة اللي انعملت بالخارج او حتى كمان ماجي حضرتك مثلت لبنان ايضا بالعديد من الدول مثل المكسيك وتونس ومصر وعزفت على مسارح عالمية عديدة آه ايضا من خلال هيدي الآلة اللي يمكن انت ايضا دخلتيها على الشرق وعلى لبنان آه خبرينا اكثر عن هال التجربة بالخارج وهالبرمه اللي عملتيها ايضا انا كان عندي حلم انه اتعرف على هيدا الصوت يعني ما بعرف اذا بتلاحظي كيف بالقطع بحبها كثير غمرتها <applause> كل الوقت <applause> <applause> <firefight> <applause> <applause> عم يعني نعم بقى هاي الاله اذا بتعطيها بتعطيكي مثل اي اله موسيقيه طبعا مثلت لبنان اول شيء عملت دي في دي اسمه ضمه حلم نعم <applause> <applause> عملت اثنين يعني اول واحد موسيقى وثاني واحد مع ليلى الصغبين اللي عملنا فيه توقيع له وهيدا رحت فيه على المكسيك وهنيك عزفت للجاريه اللبنانيه طبعا وفي صور الحلوه اللي صورتهم ليلى عن لبنان يعني صاروا هول اللبنانيه اللي هنيك يطلعوا بالصور ويقولوا هذا هيدا بيتي هذا كذا صدقيني هيدا الشعور انا ما بنساه قديش انبسطت انه الناس ما بيعرفوا لبنان بس وز... و... وصلت لهم لبنان الحلو هاي كانت شغله كتير حلوه وطبعا تونس وهول البلاد كلهم سوا بس هذا السيدة لانه جديد هذيك السنه وهلا رايحه فيه على السويد ان شاء الله كمان يعني... رح نفرجي اللبنانيه كمان هونيك وكمان الاجانب عن لبنان الحلو طبعا مم. استاذ نقوله كمان الجاليه اللبنانيه بكل البلدان لما تروح ايضا وتعمل حفلات بالخارج بيكون حضورهم كثير كبير و... وهذا الشيء بيعني قد فعلا اللبناني متعطش ل... للبنان وبيشوف لبنان من خلال الفن اللبناني ولما انتم تحملوه للخارج كيف دل. بتكون هالتجارب وهل عندك جولات هل... هيدا الصيف ايضا؟ ليك الاغتراب يعني اذا بدك الانتشار <applause> <applause> دائما استاذ حبيب على فكره <applause> انا بدي اقول شغلي شغله <applause> <applause> انا اذا بدي ارجع شوي لبعض التصريحات القديمه انا سبقته للجبران بسيل لا لا <applause> زمان <عندماين. تصفيق> لانه انا كلمه انتشار بحبها اكثر عن جد <applause> لانه هو عن جد انتشار نعم <applause> <applause> بقى بتحسي في صدق اكثر مش في صدق اكثر في صدق لانه هن تركوا في عاطفه بتعلقهم ولو انه اوقات عم يجوا على البلد بس لمجرد حطوا حالهم بالطياره ورجعوا بتحسي على طول في هالشجن يعني هال هالحنين وقت وخاصه هونيكي صحيح بيتاثروا بالفضائيات بيتاثروا بالاغنيه الضاربه بس في اشخاص وقت يطلعوا على المسرح عندهم هونيكي بيغني هالاغنيه الضاربه غير اللي بيحبوها غير هيك بيبعد كتير عنهم لانه ما بيكون هو مطرب جاب الاغنيه لعنده، هيدي مم. الاغنيه سحبته سحبتها سحبته لعندا، كرمال هيك بينبسطوا وقت يطلع يقول واحد موال، يقول يكون ابن مسرح ابضاي يعني هيدي هون هي المطرح اللي بفشوا غلقن فيه، وكرمال هيك الحمد لله حفلاتنا ناجحين لانه مسرحنا بخبر عنا بالاضافه للاغنيات اللي موجوده القديمه والجديده اللي وصلت لهم كل فنان حسب قديش هالاغنيه وصلت للناس قديش نعم. سوقها بس الانتشار شغله بتعطي نوع من اكسجين جديد لاي فنان بده يحس بمسيرته عم تتطور اكثر نعم. رح ندخل على بريك علينا ونرجع نتابع حديثنا ولكن بدك تختار اغنيه استاذ هلا نعم آه نسمعها منك وبندخل دغري على بريك علينا شو, شو بتختار استاذ حبيب من من يا من بالك يعني شو انه ما بتعتلش أه هيدي سهرة رمضانية <applause> رح حلفك بالغصن يا عصفور طويلة رح حلفك مقطع مقطع <applause> او بتقشع عريشي يلا حلفك بالغصن يا عصفور بالورق بالفي بالنبات بالزيح جناحك بريشة نور بالمرجحك مع زرقة النسمات بالطير يا عصفور عكوخ من وزار غويان سقف زهور مفروش بالعنبر حب الندي الاخضر دنيا ظلال ظلال دنيا ظلال ظلال تقشع عريش وباب بفيتا مزوي تقشع عريش وباب بفيتا مزوي وحلوي بإيدك تاب سلم على الحلوي وانهديت رياحك بتمرمغ جناحك عالسطح عالحيطان على الحيطان عالبسط التياب عكل على على كل شي يتخزق على الازرق على قمري سكران اللي في آه في بذكر في وإلى ما هنولك <applause> <applause> أربع عمالي <عميلة بيلا. تصفيق>

يعني من الامور ايضا الكثير مميزه اللي قمت فيها ما بعرف اذا بيعرفوا فيها ايضا هو لما نفوت على مغاره جعيطه بنسمع من الحانك بنسمع اصداء عزفك ليه اخترتي مع مغاره جعيطه لا هي صراحه انا ما اخترت هني بيطلبوني بس يجي سواح او بيجي حدا مثلا انا بيجي بالشخطوره من جوا بسمع الاصوات لان هي اقرب الي يمكن يعني ما يعني مع الصدى مع الصدى بسمع وبعدين مثلا تفوت بشيء مثلا هيك انا عندي سؤال معلش تفضل انت عم تاز في هلا في مطرح قبيتي هيدي تعطي دوميتون نعم دياز بس بعملها على ذوقي ايه واضح بس انه لمجرد عليتي هيدي التكنيك تبعها يعني حلو أه تقريبا <تصفيق> 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 هي بتتوزن بالشمع النحل الشمع الملكي حلو يعني انا مثلا هلا زت الفاديز بالشمع بقى مشان هيك حساسه كثير وبتتأثر كثير مثلا بالاضاءه وبالشوب <applause> <applause> اكيد لانه <applause> يعني هي انا قاعد اصور هلا مثلا عرقانه مثلا بين ايدي آه يعني آه كمان أنت حاصلة على جوائز آه ماجي و آه وفعلاً اللي عم بتقدمية جداً مميز ورافعة اسم لبنان ونحن جداً فخورين فيك آه استاذ نقوله كرمت الفنان الكبير الراحل نهاد طرابي بمدله غنائية مميزة آه من أبرز أعماله. نعم. آه ليه حبيت إنك تعمل هذه اللفتة المميزة؟ الله يرحم نهاد طرابي أنا كبرت على أغنيته نعم. يعني أنا وصغير. نغني اغنيات وبدنا نتجوز على العيد ما في ح... يمكن اول حفله غنيتها بحياتي نعم. غنيت له بدنا نتجوز على العيد ويا اميره يا بنت الامره وقت وقتها طلعت وقتها حتى كمان خلاص حسيبك خلاص هذه كلاسيك حلوه كثير انك طيب جدا لا انك طيب <applause> جدا كنا نحن اوريدي كبرنا شوي وصار مم. بس هودي كانوا كنت انا اصغر حتى خلاص يمكن جديده بس بدنا نتجوز على العيد انا هم... فلاح ابويا فلاح انا فلاح ابويا فلاح <applause> غنيتها بقى نوع من وفاء معين اول ما سمعت الخبر وحسيت هيك حتى خيي لي قال لي قال حلوين هودي من انا انا وصغير هو يسمعني عم غنيهم ودغري سجلناها بسرعه وثاقبت الظرف يمكن رب ضاره النافعه نعم. انه تاخر الجسمين برا ما بعرف لشو الظروف هي نعم. تقصير دولتنا او 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 السيستم تبع دولتها هونيك مطرح ما هو مجنس الاجراءات طبعا الاجراءات تاخد يعني وقت. ايه صارت وخلصت على القد يعني قبل بيومين من ما تيجي الجسة بعيد من نزلت الغنيه وصار في تواصل انا ونسيب وانا والعائله وشافوا انه يعني انه ماني مبتدئ لحتى انا كرم يعني صحيح عم كرم صوتي بهيك نجم كبير بس ما عملتها لأ لاعمل رواج لأ من خلال صوته يعني هيدي الشغله اللي وضحت لهم يعني الحمد لله بكل تواضع كبير عم بيغني لكبير يعني بقى الحمد لله انه بيسعدني انه يكون صوتي لكبير من بلدي بالنسبه لي منه انسان عادي بعتبره <applause> من من اهم الفنانين اللبنانيين <applause> نهاد طرباي استاذ حبيب استاذ نوره كان عم بيقول انه استاذ نهاد طرباي هو من الاشخاص اللي ربي على موسيقاهم، حضرتك ربيت على شعر بيك وردت الشعر من والدك <applause> ايه شغلتين ونشات بين القصيده تبعه ايضا، واول شغله كتبتها كان عمرك 15 سنه صحيح بتذكر شو كانت؟ شي كثير بايخ <applause> شو ما كان بس هيدي الانطلاقه كانت لا انا بلشت اكتب بالفصحى بالاول نعم أه لانه ما كان بدي اكتب زجل نعم لانه حسيت يا بكتب مثل ميشيل تراد وسعيد عقل وطلوعي ما بدي اكتب هذا كان تحدي بيني وبين حالي تعلمت انا سقطت بالسوكوند <applause> <applause> سينتيفيك اخذت صفر على الفيزيك واضح انه واضح وين كان ميولك انت عملت باك ليترير وقتها <applause> بهال فرصه الصيفيه العروض وهو ما بندرسهم بالسينتيفيك كنا قعدت مع عمي اللي هو استاذي الاساسي بطرس يونس علمني بقى خمس دقائق شو هن البحور عشقت البحور حسيت انه اول شيء عم بنظم <applause> <applause> يعني في ال... في التكنيك اللي بيصير معك بعدين بلس الاحساس وعجنتك للغة لما بتتملكي منها هيدا بيساعدك كتير أول شيء كان شيء اللي بحبوا فيها هاي القصيدة لناس شو هي خالص إنه أول شيء قريتها لأمي مش لبي خفت نعم ومقصده. أكيد لأنه خفت هلا بعدين خفت من لما, لما, كتبت بس أنا أول قصايد كتبهن ما نشرت إلا من فترة نعم. بديوان غزل اسمه نيسان يمر بنا قبلا نعم. يعني الغزل تبعي من أنا وعمري 16-17 لا من سنتين ثلاثة جمعتهم كلهم بديوان انا كثير بحبه لما آه لما فت على الشعر اللبناني قلت لك ما فت على الزجل بطقسه بعدني بالمحكه وبحبه كثير كيف عندي اسلوبي الخاص اللي آه المعلم تبعهم كلهم سعيد عقل وميشيل طراد نعم. وآخرين تاثرت ببداياتي فيهم بعدين اخذت طريقي انا للكتابه بهذا الموضوع آه بحب كثير القصيدة باللغتين نعم وبسميها لغة لأنه مش عم نفتح ديبا مع ديبا سياسي عم بحكي لينغويستيك هون هيدي صارت لغة قائمة بزيتها فيها البديكي لغة حلوة العامية آه. عم نحكي ايه طبعا آه وبالوقت زيته بحب هيديك اللغة لأنه مثل ما بحب بنتي بحب أمي اثنيناتهم قلن معزي وكل وحدة إلى وقتها نعم. ولما بكتب ما بفكر انه هلا اه هلا بيكتب بال بالفصيح او بكتب بالعام يعني شو بيخطر على بالك وشو الاحساس بيكون؟ كل قصيده مفتاحة كلمه نعم او تركيبه بتطلع براسك وبتكمل تركب قصيده استاذ نقولة بتكتب؟ انا عندي انا ايه؟ آه كاتب كذا انا كاتب كاتب اغاني انا كاتب كذا اغنيه ايه كذا اغنيه كاتب بس أنا يعني وين الكاتبه لوين بتاخذك اكثر؟ صوب الرومانسيه، صوب الوطنيه، صوب النسر الشعر مثل ما قلنا باللغة العامية أنا دغري بتروح على الغنية يعني نعم. يعني في موضوع معين مثلا كتبت لو مهما صار باقي الوطن باقي نعم. بالحب الإيمان ربيو بإنجيل وقرآن كبرت أمانينا والجار قبل الدار وغلالة ملي جرار والعين تخبي أسرار جمعة محبينا لو مهما صار باقي الوطن باقي يعني نعم. هيك نوع من واحد إيه وقف قدام مرايته وقت صار في هذه الفتره سمعنا شفنا تدبيح وتقطيش في نعم. شي شيء مش عم نعرف وكلهم في ناس يقولوا من ناس مسلمين ومسلمين يا عمي لا مش هيدا اللي بنعرفه نحن حتى شوهوا شريكنا بالوطن في شيء مش مزبوط مم. رفضته يعني جسدت بمشهديه انه انا واقف قدام مرايه عم بحكي مع حالي برجع بكسر المرايه بقول لا لو مهما شوه يعني صار باقي الوطن بهالخليط اللي نحنا وعينا عليه حاجه تشوهو حاجه تشوهونا مش هيدا نحن يعني اوقات صرختنا بتترجم وهيدا اللي صار معك حتى كانت صرخه مية بالمية حتى كتبت غنية, غنيه بتقول لو مهما بعدنا وشقينا تبقى شلوش الارز فينا تبقى الالف النخوه الدبكه تعشعش بغنانينا هيدي عملتها غنيتها السنه الماضيه بمهرجان الاغتراب الانتشار اللي نعم. عمله معالي الوزير جبران, جبران باسيل, غنيتها طلعت غنيتها على المسرح بتحكي مية بالمية لسان المغترب لسان حالة المغترب وإلى ما هنالك من طبعا أستاذ حبيب شو بتحب تسمعنا من الأشعار اللي كتبتها هل هي بالعامية أو شو بدك ليه لا اللي بتختار لأنه, لأنه أنت كل الكل... <applause> <applause> كلمتك <تصفيق> شو ما كانت <applause> حلوة هيدي ما بعرف إذا بتلحنها لأنه هيدي أمك ولا بنتك لا هي, هي <applause> امي لا بس في استفزاز هي <applause> ما بعرف اذا بتلحنها انا بل انا مش معقول لا لا عليك ليش؟ هلا لما بتقرا التيم تبعها بتعرف طيب يلا اوكي بعمر معين بصير واحد يحس حاله متعلق بشيء بالحياه وانه العمر عم يخلص <applause> ترجمت هيدي ثلاث ابيات قولا شوف ليطلع لنا وقت نلحنها كم مره شمتت اسن مرآتي بغضوني وجهي فانطوت قسيماتي خجلا وخلت العمر بي أكذوبة ما كل حلم غد يكون الآتي لكأنني ماض قبيل ولادتي وطوال عمري كنت ظل رفاتي واو الله أوف شو حلوة لحنا جاهز بس انه وقت البدك <applause> سمعكي كتير يعني كثير حلوة انه بهالجو ال... بها بهال <applause> هذا <تصفيق> حلو عن جد لانه اوقات كتير يمكن بالحياه بنفكر انه عندنا احلام بننصدم باشياء كتير وبالوقت ذاته معلش ولو اخذت من اكيد اذا في شيء تاني بتحب ايه أسمعني. كمان اجدد شيء كتبته نفس التام بس بغير منحة تكيت عيدي درفت الشباك لما فتحتها وتعبت النطرة إلا ومرق عصفور ريشو دير مهجور الان مثل ما الو بكره غطوا سالني شو بها وشو بك ما حكيت حسيت العمر المغاب عني محبسي هربت مع النساك صاروا سبيعي درفه الشباك حلو كتير قديش الكلمة بتلمس الناس اليوم وقديش كمان عم تلمسهم إن كان بعد في كلمة بتلمس مم. بس في كتير عفش بلا طعمة عم بيعمل ضجيج نعم وعم يأذي العين والإحساس والصبيع والإيقاع عم يأذي مزعج نعم بس بعد في كلمة بتوصل خليني اقول الدنيا بألف خير مثل ما قلت لك بعد في قصيده وبعد في غنيه وبعد في عازف هالقد عالي ورائع، يعني هو كلهم هاو دي الجمال تبع لبنان ويوم من الايام كتبت مقال قلت اللي حمل لبنان مع محبتي للجيش ومع محبتي للوطنيين كلهم هن 25 سنه من الابداع لا. بين ال 50 وال 1950 وخمسة 1975 هذا التراث اللي جمعناه بهول 25 سنه هو اللي حمل لبنان وحده استاذ حبيب انت حضرتك ايضا اعلامي وصحافي رح احكي شوي بهذا الموضوع معك ولكن بدي اسال الاستاذ نقول القصه عن علاقته مع الاعلام عن علاقته مع الصحافه قديش انصفتك الصحافه خلال هالسنوات قدي بمحلات معينه يمكن غدرتك ما بدي اقول غدرتك يمكن انصفتك او ما انصفتك هيك موضوع بمطرح انصفتني بمطرح كتير بلعبه الـ بلعبه اذا بدك الفاينانشال ظلمتني بس اليوم في كومبينات وحتى بالصحافه بعرف بعرف يعني عم حاول بري مع الكلمه لاحكيها يعني انا عم حاول <applause> أنا بري لانه عندي صداقات كثير بحبوني كتير على مستوى شخصي اوقات الادارات بتكون حاطه سياسه معينه اوقات صحفية بي 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 والناس عندهم منابر معينه بيحلف بولاده انه هو لا اكيد انا بدي يكون كذا بعدين بيرجع بكذب بي 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 بحلف بولادي البولاد بولاده بولادت بولاده بولاده اللي خلفهم لو بولاده يمكن تمروا بقى شغلي في في يعني في ما فيش كتير حقيقه بقلك انا شغلي انه في فتره من الفترات وانا هلا ما زلت فيها نعم بيسعدني يكون على هالشاشه الكريمه لانه هي ام الشيشات واتمنى التطور على طول وقتها صارت الشغله انه انا على طول الحمد لله ما بعمل حلقه ما بلبي حلقه غير ما بيقولوا لي بعدها استاذ نقولها من احلى الحلقات اللي نحن عاملينها نشهد واو اوكي يعني صرت انا عطول طول ايمي مضافة على الحلقه نا. بالوقت الحاضر انا صرت انا اكون ارفض كون تكون ايمي مضافة على الحلقه يعني في مطارح انا انقطعت ما طلعت معهم لانه ما بدي يكون ايمي فقط مضافة بدي الحلقه تكون, تكون ايمي مضافة لإلي كمان مش بس انا استعمل كوقود لحتى نجح لهم حلقاتهم ويكونوا مش عم يعطوني حقي وقت بدهم يعطوني وقت بدهم يعطوا الفنانين حقهم يجيبوا بعض الناس اللي هن عندهم شويه ضغوطات او سياسيه مم. او شيء ثاني فاينانشال بقى انا لم ولن اعد ايمي مضافعه ولا حلقه ولا أع... راح اعطيهم شرف انه نجح لهم حلقه على حساب اسمي اذا مش عاطيني اولويه بهالحلقه ان شاء الله نحن نكون الليله انا بلشت حديثي عنكم بالعكس هذا آه هيدا هيدا عيد ونحن وياكم بالف طبعا. خير you. بس الموضوع بيتوقف هون لانه في اشخاص بيعتبروا حالهم انه صاروا mm. لا لا موضوع mm. في قيم بدنا نحترم القيم طبعا. كمان رح نسمع مرة جديدة شي منك وندخل أيضا على بريك إعلاني تاني بحلقتنا اللي تخليني. برجع بقول لكم اعذروني أنا شوي هلا بفترة جريب مش عم غني بنظافة على كل حال كنت كنا عم نقطع لك مي بالخلصة إيه بس شو دي اللي لأنه لي واضح أنك تعبان شوي ولكن شو بتختار هالمرة من اختيارك أستاذ حبيب أنا بدي أقول <applause> لك لا بدي <applause> لا بالعكس أنا معنا رجل الصعاب بالنهاية <applause> <applause> بس في الاغنيه اللي مؤخرا عملتها يعني اكيد مؤخرا بتقول ما تغمضي عينك من مين هرباني بيني انا وبينك انت اللي غلطاني ما تغمضي عينك من مين هرباني بيني انا وبينك انت اللي غلطاني مش عارف تحبي مش هيك بيحبوا مش عارف تحبي مش هيك بيحبوا خبيت عن قلبي شو عامل بقلبه ما تغمضي عينك عطيتك بقلبي محل وقلت لك ارتاحي عندك هواي ضل واقف على سلاحي عطيتك بقلبي محل وقلت لك ارتاحي عندك هواي ضل واقف على سلاحي مش عارفه تحبي مش هيك بيحبوا خبيت عن قلبي يا قلبي شو عامل بالبو ما تغمضي عينك من مين هرباني بيني انا وبينك انت اللي غلطاني 다음 시간에 만나요. عودة لكم مشاهدينا متابعين معكم برنامج ليل وقمر بدي ارجع اذكركم انكم تتواصلوا معنا عبر هاشتاغ ليل اندرسكور قمر اما هلا فصار وقت تحدي جديد صار وقت ننتقل لمطبخ تلفزيون لبنان مع شاف نادين أسيس وضيوفنا مصر شيف نادين منصور آه اهلا وسهلا كل ضيوفنا صاروا موجودين استاذ نولا القصه استاذ حبيب يونس ايضا ماجي حتى نبلش أنا كنت سالتكم انا هودي كلهم بدنا نعوزهم بالطبل بس ما فينا نمرق وحده هيك على السريع قبل اكيد, ها. أكيد ها. طبعا اناناس كمان شيف نادين شو رح نعمل الليله؟ آه اليوم رنا رح نعمل تارت اوف لسبب انه اليوم بدنا نحتفل بال باليوبيل الفضي ال 25 سنه يخرب كيف ظبطتوها هيدي؟ ايه فمشان هيك حبيت اعمل تارت ما عملنا جاتوه بخفاء او ضجه وهيك قلنا تارت هيك على السريع وعروى وحتكونوا انتم عم تشتغلوا بالتارت رح نعمل كريم باتيسير كمان للاشخاص اللي حابين يتعلموا الكريم باتيسير اللي هي زيت الكريمه اللي تستعمل بالاكلير او بالشو او حتى ايفن بجميع انواع التارتات اوكي okay؟ فحتى هن اللي رح, يشتغل رح, هن مية بالمية. رح يشتغلوا هن حيشتغلوا 100% انتم رح تشتغلوا. فاذا هول كلهم <applause> مثل ما سالتونا قبل <applause> شوي هول كلهم حنعوزن اولا بالنسبه للفواكه الفواكه هي للتزيين okay. فما عندنا مشكل بالفواكه okay. عندنا بس بدنا نمرق لي اللي هن عندنا يعني البات تبع التارت واللي هي الكريم باتيسير بالنسبه للتارت انا هون حاطط لكم 400 جرام طحين رح نضيف لهم 200 جرام زبده و100 جرام سكر بودره ليكو كيف حطيت لكم اياهم حد بعضهم اوكي, شو أوكي هول نعم. كلهم بينضافوا على بعض هلا حاطيهم لماجي ماجي حتكون عم تعملنا عجينه التارت بس انا حخبركم بس شو حنعمل هول كلهم بينضافوا على بعضهم 400 جرام طحين 200 جرام زبده 100 جرام سكر بودره وفانيل واكيد برش حامض بس ما نقول كلمه انا هول كلهم بعرف البس كفوف اوكي <applause> لكن طحين ميت... زبده سكر مش 200 جرام مثلا كيف بدنا نقدر يلا ها هي هي 200 جرام هي الباكيه صغيره 200 جرام حطها فوق حطها فوق <applause> ماشي فيري ايزي اوكي حتى هلا السكر بودره كمان انا معايرتهم 100 جرام ايهم هون هو. ايهم شو سكر شوف السكر بودره كل حدهم هودي؟ ايه ايه انا مهين الوضع كثير شو هلا كلهم؟ مضبوط كلهم 100 <تصفيق> جرام اوكي اوكي هلا هلا انا صرت اعرف اطبخ بتجنن رشة فانيل اول اول مرة فانيل هيدي وي رشة صغيرة مش كلهم بدنا ننتبه لانه الفانيل بمرمر يعني اذا كثرنا هيك منيحة الرشة وبعد بعد رشة صغيرة اوكي هلا برش حامض برش حامض شوي صغيره تفضل استاذ كمان شوي صغيره برش برش لانه هذا بينكي ايه بس فلتون ايه ايه برمو برش حامض, حامض. هاي الزعروره يا يما ميرسي مي كثير مي منيح بجننوا هلا بنضيف لهم بيضه كامله البيضه, البيضة كامله بنغسل الكفوف ونفرطها ومنحطها مثل ما هي اوكي وهول كلهم بينمزجوا مع بعضهم وهلا ماجي انت حتعملي لنا الباتس احنا ايه؟ مش رح نمزجهم اعطيني بس هيدي ماشي بس عجيني يون مش انا حاسه انه حبيبي حبيبي عجنهم أنا ما بتعطى لا لا تبتعطى ما بتعطى ما أوجه تحية لمدامتك اللي عم تحضرنا الليلة لأميرنا وإذا شفتك الليلة عم تطبخ يعني يا ويل أحضر بتحطي علي انا عرفت انه اطيب اكله عندك هي المغربيه صح؟ بحبها كثير ايه بتحب المغرب صعبه يا نادين المغربيه, المغربية. مش كتير. بالعكس فيري ايزي كثير كثير هينه وعملناها على الهوا آه آه. قبل بمره مره عملناها بالخضره مره عملناها بالدجاج واللحمه 100% بتاخذ بعضها هي العجينه اه هيك <applause> يعني المغربيه يعني ما بتساعدها آه. ما بتساعدها بالمطبخ. آه. بالمطبخ انا بساعدها بالدواء دقلي هاي دي مسامة دقلي أنا ليكي عشت لحالي فترة طويلة أنا فلفي الرز اه بعمل فال الرز يعني ايه وش يعني بتحب المطبخ برافو ايه بس بس فترتها بس اجت ميرنا بتحب المطبخ وانا تست عليها بالحي انه قبل ما اخذها بتعرف تطبخ؟ قالوا لي قمت انا انا اكتشفت اليوم انه بعد البس كفوف استاذ حبيب انت بقلي بايب انت بتعتبر انه الاكل مضيعه للوقت؟ بس بتحب هيدا الاكل المجدره هدول كل شيء له اللي... علاقه بالضيعه ايه مش قبل الأكل... ما يدخل هودي الاسماء اللي بقراهم على المنيو ايه هو تبع بي... شيف نادين بيبقوا قد كتاب التاريخ ايه؟ وما بفهم شيء فيه مش لاني ما بعرف بس عم نكون قاعدين انا في و... قاعدة وخصوصي مع بنتي بحب اهرا أه إلا بقول مثلا أنا... على صحن فاصوليا هلا مش احسن من هاو كلهم يا بنات هون لحتى تاكل معنا تنزعج من هذا الموضوع لانه اليوم <applause> الاكل تبعهم ما بعرف شو هو ما, كتير كثير بيعني لي شوي سوفيستيكي مش هيك بحب هذا القديم تفضل خلط اشتغل معنا انت <applause> بتخبرنا شو بعمل؟ هي خفان لا, بل... أه بس... لا ما تبين شو كثير اوكي بس لك ما معنا خفان ترتش حالي رنا بس خلينا نمرق الكريم باتيسير اوكي <تصفيق> <تصفيق> انا هون حاطه نص لتر حليب مع نص لتر حليب ضفنا 125 جرام سكر نص الكميه حطيتها مع الحليب ونص الباقي مع البيض

بضيف لهم شوية طحين بس يغلي الحليب هيدا المزيج بينضاف شوي شوي أهمتها. أهمتها. على الحليب وبنكون نحن خلصنا الكريم باتيسير هالقد هينة منا أبدا صعبة أنا خلصت عجينة أخذت العجينة بعدها فوالا <applause> هيدا <applause> ماجي بس حتى تشوفوا شوفوا شباب لأنه العجينة المقادير 100% مزبوطة دغري تاخذ بعضها ماشي حالي هيدي شو بنعمل بعد؟ هل... هلا بنطر هون بس حتى الحليب يفور بس يفور الحليب هول اكيد بدنا نخلطهم بعد شوي صغيره وبينضافوا شوي شوي تدريجيا على الحليب نحن عم نحرك بصير في عندنا كريم باتيسير ننطر عليها غلوتين وخلصت الخبريه بس ما بستعملها هي وسخنه بدنا نبردها ونستعملها يعني نقعد بس نخلص الحلقه وناكل اكيد اكيد هلا اكيد احنا رح نكفي مع شيف نادين بس بدي اسال الاستاذ حبيب يونس يعني حكينا عن الكتاب من شوي الكتب ولكن يمكن مش كتار الناس اللي بيعرفوا انه انت كمان تكتب للصغار كان في عندي تجربه تجربه بطلب من صديق لإلي الشاعر روبير بيطار نعم عنده دار نشر اسمه دار مترا طلب مني بحب اسلوبي كتبت قصه اسمها ندي ندي والفت الفتى الفتى الرجل قصه ولد لانه انا بتابع شوي القصص اللي عم تطلع فيهم كتير خيال أحيانا أو فين أشياء مش حي أنا أخدت قصة حقيقية ممكن تصير بس لحتى أحفز عند الأولاد الشعور بالمسؤولية <applause> لأنه هذا عم نفقده نعم <applause> 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 كله رايح على ال... كتبت مسرحيتين قبل، نعم. علاجت فيهم هذا الموضوع. نعم. يعني برايك الشعور بالمسؤولية هو اللي منه موجود بقى اليوم عند الجيل الجديد؟ ايه. انعدام مسؤولية عند جيل جديد نعم لأنه دي علاج من هودي الأمور وقلت لهم لوين بوصلوا. نعم باللغة بالتصرف بالاهتمامات الحال كل جيل بيلعب بيلعب مع جيله مثل ما أو كل جيل له متطلباته له لغته. نعم مثل ما أنا وصغير كان بيي يقول لي عن شغلة بقول له أنتم بعدكم متاخرين هذا هذا مش جاتو ها هي ماشي الحال علي جاتو مصريه هيك يدوقك كل هو عم بقصه ولا مره ما كنا مسؤولين نعم انعدام المسؤوليه هو اللي هو اللي بخوفني استاذ نقول عنده صبيتين ربيتهم على تحمل المسؤوليه ساره وماريا ساره وماريا هلا عم يحضرونا بعطيهم تحيه انا بحبهم كثير على دعمهم ساره هلا عندها تقديم رسمي وسجلت بالجامعه 17 وماريا طلع على الكاتريام كمان 12 سنه وقدامهم ان شاء الله ايام حلوه ولانهم شاطرين وابضايات بيغنوا الموسيقى موجوده بالبيت ميرنا مرتي بيانيست بتعني بيانو اصلا وموجوده بالبيت بس هلا ساره لانه عم تدرس بتدق جيتار بس هلا شوي متفضيه لدرسها وماريا موهوبه بالبيانو كمان عم بتفشل لحتى تدرس نوت يعني لانه هي على السمع كثير كثير شاطره بقى ان شاء الله كمان تقتنع مني لحتى ومن امها لحتى تدرس نوت لانه نوت بيدعم الموهبه يعني هي الموهبه بتجي بالفطره بس لازم اللي, اللي مثلهم يتعلموا حتى ما يصير مثل ما قال زياد في ناس بتعرف نوتة في ناس بتوقع بالنوتة <تصفيق> <تصفيق> <هاي>؟ 100% <applause> وهذا اللي عم نسمعه وقعان بالنوتة اذا صح لا الحمد لله عم نعمل وجباتنا انا بدي اعلق على شغله صارت بالحديث بالاول انه قال استاذ حبيب انه ما في شك انه من ال 50 لل 75 هي يعني كانت الذخيره اللي على حافظت على لبنان نعم. بس تاكد يا استاذ انه نحنا انا من الناس المناضلين لضل محافظ على هالقيمه هي هذا اللي عم اقوله لا لضل صاروا هذا صاروا المثال ايه؟ مين بدك تتمثل انت شو بدي خبرك لخبرك يعني قديش عم بيصير في نوع من المقارنه غير منصفه بمضمون بي بيأذيك مثل كأنه هاي السكينة بفوت لقلبك وقتها تتقارن مش تتقارن بموهبتك موهبتك ربك عطاك موهبتك لك ولغيرك كل واحد عنده وزناته بس بالاختيار وطريقة اختيار الكلمة وطريقة الواحد يختار الكلمة المضبوطة اللي بت... ما ما بتخطش لا لا, لا, نظر ولا طبعا. ولا, طبعا. ولا سمع دغري بيصيروا بعض يقارنوا لا, لا. جبنا سيرة المقارنة يعني نعم كل كل عصر وله لغته برجع بقول هون وهل المقارنه ما بتجوز بس انت بكره بتنضم لهول 25 سنه اللي مثلك هو بينضموا بعد 50 سنه بيقول والله كان في كمان حقبه ثانيه ظهر فيها نقول القصه ظهر فيها غسان صديق ومجد الرومي حتى ما نسمي بس انه هودي الناس كمان عملوا مجد للغنية اللبنانيه جديده ما في شك وبالنهايه هول بيضلوا كل هيدي الأرقعة بتزول في خوف على ال 25 سنه الجايين المقبلين لا انا عندي الامل الكبير انه مقبلين على ازدهار في... وعلى م. وطن ريادي مش بس وطن م. عادي وجميل وحلو لا وطن ريادي بيفعلوا الناس بتقلده وايمان كثير كبير بهذه المرحله يعني لو لابس كفوف لا 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 انا هول مين قصيتهم هول <applause> بقى نزين فيهم هلا صار أه لي ساعة, ساعه اشتغل هلأ. هلا انت اكلت نصهم فتحتوا علي هذا من شو ما تزين انا بلشت اشتغل هون حتى يلا زين <applause> آه، ايه بدك تنتبه لهيدي او اذا بدك ايه كنت انا نقلت لك صفا صفا شو بدك تعمل؟ انا ما بحب اتفرج عليك هلا بتحطهم هيك بشكل ورقي <applause> هلا اساس حبيب ما كثير <applause> بحب شغل المطبخ بس بعرف مية, مية اوكي بتجلي بتركبهم على بعضهم او كيف؟ صح صح هن مجرد قربهم شوي على بعض لانه انا كانت التكتير كبير بدي شاف نادين نعلق على موضوع كتير مهم هلأ قاله أستاذ حبيب إنه بحب يجلي وما بعرف إذا أستاذ نقولها كمان بتساعده بالبيت بتساعده يعني بتشاركه بشغل البيت مش غلط يعني لا أكيد مش غلط لأنه البيت مشاركة مش, مش أمبراطور و... إيه في ناس لا بالنسبة لها أمبراطور مش لا. أمبراطور أنا أمبراطور. لما بدي... لازم بجلي بيجلي مثل. في مثل سمعناه في مثل مهم كتير إنه المرة اللي بالبيت النشيطة والأبضاي بتاثر سلبا على كل اعضاء العائله لانه يعني انا بعطي تحيه لميرنا نعم. مرتي قد هي مسيطرة على الموضوع إن كان بالمطبخ إن كان كتير بأمور صرنا كلنا متكلين عليها عرفتي كيف بتصير بيصير الواحد ما يقدر ما فيش عنده دور يعمله لأنه ملحق على كل شيء بقى تحية وين الكاميرا <applause> تحية لك ميرنا وبوصيلي البنات من حدك أيوة <applause> حلو بعد الحب بعد كل كيف صار لك ده صار لي مجوز انا بال 96 تجوزت ب 2 حزيران الساعه 5 شيء بس لا في 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 شغله بحبها كثير وبنبسط لاخر عمري انه انا الله يرحم امي وبيي واختي وصهري ثلاثتنا ب 2 حزيران بنفس الدات مجوزين اكيد حلو ب 2 حزيران ثلاثتهم <applause> بنفس نفس الشهر نفس ال ما شاء الله بتضلوا على كل حال مجموعين كل العمر هادي احتفل بتاريخ 2 حزيران <applause> <applause> قبل ايام شو الاهتمام الحلو يعني اول ما فتنا على المطبخ برجع بعتذر على السعر لانه هو انا ما بتعاطى لا قص ولا شيء ما بفهم فيهم استاذ حبيب يعني بس اعطينا الشمع عمول المعروف من وين على فكره انا كشاف يعني انا انا كمان كشاف اللبناني بعمل كل شيء بنوجه تحيه انت حطيتيني بالظروف الصعبه ما في شيء بيكع عني طبعا ابدا بنوجه تحيه للكشاف اللبناني لكل الكشاف لكن المؤسسه الكشفيه انا لاني كنت بالكشاف اللبناني بعطي تحيه للكشاف بنحط كيس هيدا قلب التارت هلا هون كمان فينا على هيك حط شوي هيدا محل. هو شفت شو ايزي شو بعمل؟ والله سلم الديات سلم الديات اللي معكم <تصفح> في معنا قد ايه <تصفح> اي اكيد في عنا قديحه هيدي ال 25 لهونيك او لا لنا؟ لا ايه ال لأ 25 للكاميرا ل... 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 للكاميرا شوف الكاميرا شوف لنا لنا مضبوط 25 ايه ها هي يلا عبالي ال 50 و 75 بدنا القديحه بس من الشباب شباب في حدا يناولنا قد ايه حقي ما حدا بدخل ما حدا بدخل يلا الاقيناها الاقيناها ساره بعثت لي مساج قال جيب معك تارت <تصفيق> <تصفيق> اوكي تكرم عينك <applause> ساره <تصفيق> خلص تكرم عينك يا ساره قاعدة <applause> عم تتناوز على التليفون يعني هيدول ال 25 سنه 25 هن شموع ال 25 سنه نجاح آه، إن شاء الله بيكون في بعد قدنه أكتر آه، نجاح و... وإن شاء الله هيك بتكون قدوة للجيل الجديد بالفن أيضاً أستاذ نقولها القصة أسلميني شكراً و... شكراً على لفتي يعني بالعكس و... هذا المينيموم اللي بنقدر نعمله سب... سبقتوا ال... سبقت ال... سبقت إطلاق الألبوم بس هي تعتبر حقبي يعني بأكتر ما هي تاريخ... تاريخ معين ماجي لن... كمان أنا بدي أقول لك لو لوجودك معنا الليلة بهيدي الحلقة أستاذ <applause> حبيب يونس كمان وجودك <applause> ايه عن تعبت عشان يتأسس حبيب كمان شكرا كثير كبير ومن القلب لوجودك لو معنا الليله ايضا وللقمر الاخر شكرا لبنان يخليك طيب و... يا رب وللقمر الثاني بعد و... <applause> في شيء بدك تقولي وست سلم دياتك شكرا للشباب شبابي <applause> اكيد لفريق العمل كله ورمضان كريم لكل المشاهدين طبعا بعد في شيء بدنا نقوله بدنا اياك تطفش الشمس وبدنا ناكل واكيد بتتمنى امنيه يا رب امنيه وتطفي منيت طفي بالاول إيش الحال شكرا لكم ضيوفنا شكرا لكم ايضا مشاهدينا طبعا موعدنا بيرجع بيتجدد بكره بنفس الوقت رمضان كريم الى اللقاء